الحقيقه، لان موضوع البرازيل ده كان موضوع مهم وكان يهمنا كمان نعرف تفاصيل كتير. تعالوا نكمل اخبارنا. الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الحقيقه شهد هو والرئيس البرازيلي لولا دي سيلفا التوقيع على عدد من الاتفاقيات، بروتوكولات التعاون بين البلدين في قصر الاتحاديه، وكان ابرز الاتفاقيات اللي تم توقيعها ووقعها وزير الزراعه، وكانت عباره عن بروتوكول تعاون مع نظير البرازيلي بشان استيراد اللحوم من البرازيل، وده طبعا هيسد فجوه كبيره جدا في السوق المصري. كمان مؤكد هيكون له ايضا تاثير بشكل ما على الاسعار، وده طبعا نتمناه. خلينا نروح لمزيد من التفاصيل ونسال دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجيه والحجر الزراعي بوزاره الزراعه. مساء الخير يا دكتور. اهلا بك شفك هالم، ومساء الخير على حضرتك وكل الساده المشاهدين. اهلا يا دكتور. يعني الحقيقه انا هبدا على طول من خبر انه ممكن يكون في بروتوكولات تعاون بين استيراد اللحوم وقد ايه ممكن تكون موجوده في السوق المصري وتساعد على خفض الاسعار. يعني الحقيقه زي ما حضرتك اشرتي، هو تم توقيع عدد من مذكرات التفاهم من النهارده، من بينها بروتوكول التعاون اللي بينظم استيراد اللحوم من البرازيل ما بين وزاره الزراعه في مصر ووزاره الزراعه في البرازيل. حضرتك عارفه ان احنا البرازيل من الدول المهمه جدا في مساله استيراد اللحوم. احنا بنستورد يمكن حوالي اكثر من 250 300 الف راس بشكل سنوي من البرازيل، بالاضافه الى ان احنا يمكن بنستورد لحوم، يعني سواء كانت اللحوم اللي هي المذبوحه حوالي ربع مليون طن او يمكن 300 الف طن في العام من البرازيل. احنا يمكن عمليه الاستيراد الحقيقه اللحوم من البرازيل كان هناك يعني عده تفاهمات ما بين جمهوريه مصر العربيه والبرازيل، والحقيقه تم التشاور والتباحث في هذه الامور وتم الاتفاق على توقيع بروتوكول ينظم عمليه استيراد اللحوم بحيث يكون عملية الاستيراد دي تحت الإشراف الكامل أكيد للخدمات البيطرية أو هيئة الخدمات البيطرية. وهنا اسمح لي دكتور سعد، وحضرتك بتتكلم على اللحوم وتحت الإشراف، خليني أقول لحضرتك بصراحة إنه إحنا كمصريين بنحب اللحمة البلدي بتاعتنا، ودايما يقول لك ايه لا يا عم دي لحمه مستورده، فخلينا برضو نوضح هنا علشان برضو دايما الفكر بانه اللحمه المستورده لا دي مش بتاعتنا، احنا خلينا في لحمتنا البلدي، برضو خلينا نتكلم في الموضوع ده. انا عايز اقول لحضرتك ان هناك سلالات من الابقار والجاموس في البرازيل، يمكن الحقيقه سلالات ممتازه جدا، منها سلالات بتنتج البان زي الجيرولان وسلالات زي الهولشتاين، والسلالات دي الحقيقه سلالات يعني معروفه بشكل كبير جدا على مستوى العالم، منها ما هو ثنائي الغرض لانتاج اللحم والالبان، ومنها ما هو متخصص في انتاج الالبان او لانتاج اللحوم. احنا زي ما اشرت لحضرتك القطاع وزاره الزراعه وهيئه الخدمات البيطريه والتكلفات الحقيقه الصادره دايما بشكل مستمر من معالي الوزير وزير الزراعه والاصلاح الاراضي يعني اهميه ان يكون كل ما ياتي من الخارج تحت الاشراف الكامل للهيئات والقطاعات الرقابيه المختلفه الموجوده في وزاره الزراعه. والحجر البيطري من او الاداره المركزيه للحجر البيطري الحقيقه قبل استيراد اي لحوم من الخارج بيكون في لجان فنيه خارجه من الساده الزملاء البيطريين بتروح تكشف وتشرف على عمليات الذبح في المجازر اللي هي اساسا مجازر معتمده لدى هيئه الخدمات البيطرية. يعني خلينا نقول انه لن يدخل الا طبعا لازم هيكون في التامين الصحي والطبي والبيطري وكل الاشياء، ويمكن بس هي هنبقى محتاجين شويه بصراحه نشتغل شويه على الثقافه العامه ونغير شويه من العادات والتقاليد، وممكن تكون الامور لانه هذه تبادلات عالميه وممكن انها تحصل وتبقى موجوده في السوق المصري وتحل فجوه كبيره. صحيح. بشكرك شكرا جزيلا، نتمنى الخير دكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الخارجية والحجر الزراعي بوزارة الزراعة.